أحمد إدري صالح ناير تاجر فخار. الفخار ده أصلاً هو من طين اللي هو بيجي يكون في البداية طين، حتى بعد ذاك بخش النار يتغوى يطلع، بعد ذاك نحن نقوم ننقش النقاشات اللي شايفة قدامك. توتيل بالنسبة لأهل كسلة تعتبر يعني منفذ كده يعني، وتعتبر حاجة تاريخية يعني قديمة يعني. توتيل الواحد يلقى فيه يعني إراحته يعني، حتى في بعض الشعراء بيجوا هنا ويكتبوا. يعني منظر جميل، منظر رائع، منطقة الواحد بيرتاح فيها، رغم إنه الزيارة بتكون قصيرة، لكن أنت بتحس بدواخلك إنه أنت مرتاح في هذه الولاية. توتيل أول من يجيك زائر من خارج منطقة كسلة حتوديه توتيل، حيرتاح، حيلقى راحته على حسب المعامل الناس اللي بيتعاملوا معاه والطبيعة الموجودة فيه يعني.